وين ما كنتوا مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في العدد الثالث من برنامج ناس ويكان. موضوعنا اليوم هو سرطان الثدي. على بالي كي سمعتوا هكذا درتوا في بالكم ان ضيوفنا كامل راح يكونوا نساء. بصح واش رايكم لو كان نقول لكم باللي في البلاطو تاع اليوم ما عندي حتى مره، والحكايات كامل راهي تحت عنوان انا رجل مصاب بسرطان الثدي. العديد من الجزائريين يعتقدون أن المرأة فقط هي التي تصاب بسرطان الثدي وأن الرجال لا يصابون. لا، الإصابة تكون للرجال وتكون للنساء. فأنا مصاب، أنا أصبت بهذا المرض وأنا رجل، غير أن إصابة الرجل أقوى من، يعني قصدي أشد ألما من إصابة المرأة. بالرغم من أنني أصبت بهذا الداء، أنا عايش بحياة طبيعية جدا، ما لا أبالي به، يومياتي عايشها عادي جدا. راني صباح نروح للمرشي نصرف مصروف ونجيب للدار صباحا، ومن بعد نروح للقهوة، نطلع للقهوة نقعد في القهوة مع الزملاء تاعي ثمتينية تلحق الـ 12 غير 10 نجي طالع. أنصح الرجال المصابين بهذا المرض أنهم ما يخجلوش منه ولا يقولوا هذا أمر رباني سبحانه وتعالى. وإذا كان جاء الأجل فلا يستخرون ساعة ويستخرون، إذا كان جاءت الموت السلام عليكم، سبحان الله. يعني الإنسان ما أو كان أنا يعني راني وصلت إلى واحد المرحلة هي مرحلة لا رجوع. الحالات اليوم في هذا البلاتو من ناس ويكان صح راهم قلال، والروبورتاج بالك صح كان قصير وما وفاش بأهمية هذا الموضوع الصعب والعميق. ولهذا حبيت نوجه تحية تقدير للحالات اللي قبلوا أنهم يكونوا حاضرين معنا اليوم. خطر على بالي أنه من الصعب تتقبل هذا المرض، من الصعب تتقبل سرطان الثدي، وبالك من الأصعب تتقبل الجوز في بلاتو تلفزيوني باش تحكي على هذا الموضوع أمام الملايين. يعطيكم الصحة عمي عبد الرحمن، عمي الأخضر، يعطيكم الصحة، شكرا اللي حضرتوا معنا اليوم، اللي تقبلتوا الدعوة. وحاضر معنا اليوم كذلك منير اللي هو ابن السي الأخضر اللي جاي يحكي لنا كعنا وجهة نظره من قصة الوالد ديالو ووجهة نظر العائلة من هذا الموضوع. 90 دقيقة اليوم تاع ناس ويكان راح نتقاسمها كذلك مع الأخصائية النفسانية نور الهدى مخلوفي اللي اليوم جات تحللنا بالك الحكايات اللي راح نسمعوهم وتنصحنا كذلك باش حتى احنا نلحقوا القوة الشخصية والإرادة والتقبل اللي لحقوا لها السي عبد الرحمن والسي الأخضر نور الهدى. مرحبا بك. حاضر معنا كذلك الدكتورة والبروفيسور المختص في الجراحة السرطانية طارق صايب. طارق مرحبا بك. شكرا على الاستضافة ونحيي الجميع. سي عبد الرحمن، جيت نازة في اليوم من الجلفة، كيفاش كان الطريق يلا قبل ما نبداو؟ نعم، كيفاش كان الطريق من الجلفة للعاصمة؟ الحمد لله على كل حال الطريق كانت مليحة وسهلة ما شاء الله. وبالك كانت عندك الموتيفاسيون كي جيت خاطر لبينا الدعوة لأننا زرتمونا أنتم اللي بارك الله فيكم الالتفاتة طيبة، وإحنا هنا هنايا اليوم باش إن شاء الله نفيدكم بال ما تبقى من معلومات في جعبتنا من عن هذا المرض. يعطيك الصحة عمي عبد الرحمن، باش نقولوا برك للمشاهدين. عمي عبد الرحمن غير اتصل به فريق إعداد البرنامج، وعلى عكس بالك حالات أخرى اتصلنا بهم ما ترددش ولو ثانية وقبل الدعوة مباشرة. عمي عبد الرحمن أنا بالك ما طرحتش عليك هذا السؤال في الكواليس، بصح ماذا بيا نعرف اليوم وعلاش كي عيطنا لك ما ترددش بالرغم بالك من صعوبة المرض ومن يعني من الصعب كما ذكرت تجي تحكي على موضوع هكذا في بلاتو تلفزيوني، ولكن كانت عندك واحد الإرادة وواحد الرسالة هكذا كنت حاب تلحقها، وعلى بالي بلي كنت فرحان بزاف كي عرفت أنك راح تحضر معنا هذا البلاتو اليوم. الحمد لله، هذا بفضل ربي سبحانه وتعالى. الشجاعة والإرادة هذا أمر رباني،
والإنسان اللي يكون مؤمن بالله وبالقضاء والقدر نتاعو دائم يعود عنده معنويات مرتفعة جدا. بالك هذه المعنويات المرتفعة هي اللي خلاتك تتقبل المرض ديالك، خاطر كما شفنا في الروبورتاج راك متقبل هذا السرطان، متقبل إصابتك. كل حال الحمد لله على كل حال، الأمر اللي جاء من عند ربي كاع مرحبا به. احنا في الحقيقة عارفين باللي الموت عندها أجال محددة، صح، لكل أجل كتاب، صح، والأمر اللي يعود من عند ربي سبحانه وتعالى المؤمن يرضى به ويعرف باللي ربي راه يحبه، لأن الإنسان المؤمن يقول لك مصاب. وبالك هذه هي الحاجة، وإيمانك القوي بربي هو اللي عاونك باش تتقبل المرض ديالك. ماذا بيا نعرف كيفاش اكتشفت إصابتك بسرطان الثدي ووقتاش؟ الحقيقة أنا كنت نحس باللي كاين عندي ورم تحت البزولة ديالي، وكنت ساعة ونمس هكذاك نحس باللي كي شغل بيا هكذاك في ولا حاجة تسقط تحت السمات تاعي، الجلد تاعي الثدي. ومن بعد كل قصة نقول باللي هذا نابسي ولا حاجة، وندير لها دي زونتيبيوتيك وكذا. وفي يوم من الأيام زرت زميل اللي عندي معايا، كان داعيني على مأدوبة عشاء في الصيف، في صيف 2018. صافي شحال كان في عمرك في صيف 2018؟ كان 56 تقريبا، 57 تقريبا 57 عام. قال لي يا ودي اما لنايا، وريت له الموقع، قلت له فوالا. هو ثاني في الحقيقه ثاني عنده عده امراض مسكين يعاني منها. قال لي الفوميو تشوف، لا لازم تشوف طبيب جراح. عين لي طبيب جراح، قال لي الطبيب الفلاني روح ليه. بالك انت قبل ما تهضر مع صديقك هذا كنت ما شفتش طبيب؟ كانش ما شفتش طبيب. ما يعني ساعة ونحكي عطوا لي دي زونتيبيوتيك وما داروا لي والو، قعدت كيما هي هذيك الحالة. الحالة هذيك زايدة قد تزيد شوي تكبر. صح، شكون اللي مد لك لي زونتيبيوتيك؟ انت كنت شربتهم وحدك ولا كنت زرت طبيب؟ لا ما في الحقيقة الطبيب نقول له برك نحكي له، ما درتش فيزيت معنا كاع رسمية. ومن بعد كي رحت للطبيب الجراح درت ايكوغرافي. قال لي يا ودي حالتك تطلب لا ماموغرافي. راديو واحد اخر. بعثني لطبيب واحد اخر درت لا ماموغرافي. من بعد في لا ماموغرافي قال لي لازم لك تروح دير لا بيوبسي ودير وتعير باش تشوف النتيجة في لوبيتال فرانس فانا تاع البوليدة. في البوليدة. هذه درك راهي رانا في رانا في بدا في 2019 هذه الحكايه اللي راني درت لها الحكايه. 2018 شفت بركه وضربت النح خليتها كيما هي كاع كوم. في 2019 في مواد مي قبل رمضان بواحد شهرين درت هذه الاجراءات، درت التحاليل. ومن بعد خليت التحاليل في مستشفى البوليده. مستشفى البوليده كي عدت في نهار 6/7 في رمضان مشفالها بعثوا لي التحاليل. التحاليل طبيتها في جيبي وراك عارفه قعدت نتردد ما شنو هي الحكايه، ما حبيتش المره الاولى. ومن بعد هي رحت للطبيب لقيته مسافر، الطبيب الجراح. اليوم الثاني قعد صاحبي الزميل تاعي هذا قعد يقول لي باللي لازم تديرو شوف الحكايه نتاعك باش تشوف واش يعطي لك دواء ولا علاج ولا. كنت متردد بالك باش تديرو؟ كنت متردد. من بعد كي رحت للطبيب قال لي ما نجحتش عليك، راه عندك ورم سرطاني ولازم لك تستأصله. ننصحك، قال لي عندي خويا راح كان تيروح لتونس، قال لي قلت له لازم تروح للسبيطار تاع البوليده، لان سبيطار البوليده قال لي عندهم خبره وعندهم في هذا المجال ويتابعوا الامر ما يخلولكش الحكايه تطور. كيفاش حتى قال لك الطبيب؟ نعم سي عبد الرحمن، كيفاش حتى قال لك الطبيب؟ قال لك بصفه مباشره ولا قال لي يسمى تاع صدمني في الحقيقه. قال لي بطريقه مباشره في الحقيقه انني حتى اغمي علي صراحه. من بعد نعلت بليس واستغفرت نواصل مع رمضان. راكي عارفه البدايه نتاع الدوخه نتاع رمضان لحظه صعيبه بالك باش الواحد يسمع خبر هكذا. ايه
نقولوا لا يشوف فيها حتى مسلم. امين يا ربي. وش حسيت في اللحظه هذيك؟ قلت بليك اغمي عليك على بالي كيفاش هذا صعيبه حتى وهي الامر نتاع ربي سبحانه وتعالى. قلت كيفاش ابتليت بهذا المرض كيفاش حتى نجاني. من بعد قعدت سقسي، قال لي الطبيب، قال لي ودي راهي خليه تتمرد في الجسم هي اللي راها تطور وتخدم ضد الخلايا الاخرى هي اللي دير هذا المشكل. ولازم لك الحاجه اللي نقولها لك، لازم لك درك مادام درت البيوبسي وخرجت التحاليل تطلع للسبيطار فرانس فانون تشوف. سعيت مع الزملاء زميل عندي المراقب المالي الولائي نتاعنا نتاع الجلفه، وعندي زميل ثاني في المديريه العامه لوزاره الصحه هو من الجلفه. قلت لهم اودي ها واش راه وقع لي؟ قالوا لي ما تخممش كاع الحقيقه، شجعوني، قال لي هذه حاجه ما يهمش قايتين ورانا معاك. عاودوا طلعوا لي قلبا وقالبا، طلعوا لي المورال، قالوا لي كاع ما تخممش. خاطر بالك صعيبه انه الواحد يسمع ديجا عنده مرض خطير، يسمع انه هذاك المرض سرطان، ويسمع انه سرطان الثدي. نعم، حتى سرطان الثدي قال لك معناها حاجه نادره بالنسبه للرجال. كنت تسمع به ايه؟ مقبل ولا؟ نعم كنت تسمع به مقبل، كان على بالك بلي سرطان الثدي ابدا الرجال. ما كنتش دايره كاع في بالي. من بعد سعاو معايا ربي يحفظهم ان شاء الله، عمري الحاج مراقب مالي لولايه الجلفه، وبخوش الحاج كذلك راه في ثم في قطاع الصحه، وبن شرايك اللي هو راه مدير الميزانيه الله اعلم في وزاره الصحه، في ثلاثه سعاو معايا. ومن بعد بعثوني هنا لطاقم طبي في فرانس فانون، استقبلوني كثر خيرهم يعني كذلك، داروا لي لا فيزيت، قالوا لي لازم والاستئصال يكون للميسك الكومبلين نحوها. ثم انا ليسونسيال تفكوني من هذا. سي عبد الرحمن، كيفاش حتى لحقت هذه المعلومه؟ قلت لي دوكا بلي قالوا لك يعني الاستئصال، استئصال تد لازم يكون فيه، كيفاش حتى لحقت هذا الخبر للزوجه ديالك والاولاد؟ كيفاش حكيت لهم؟ لا الاولاد والزوجات، عندي زوجتين الله يبارك، زوجات في زوج، والاولاد ما قلت لهمش، اخبرتهمش كاع الوقت الاول نهائيا. هي حست بيا الزوجه الكبيره في الحاله نتاعي وكذا كل شيء، وانا قلت لهم باللي راه قالوا لي عندك كولسيس وممكن داوي، ممكن دير عمليه، ماش عارف راني لحد الان راني ندير في التحاليل وخلاص. في زوج الزوجات ديالك ما كانش على بالهم؟ ما قلت لهم؟ لا لا، في النهار 10 في رمضان في الحقيقه علمت، نهار 10 في رمضان قلت لهم باللي فوالا، قال لي كفاه وراك تروح للبليده. علاه؟ راني رحت للبليده صافي في البدايه، 6 ولا 7 في رمضان رحت للبليده، طلعت الطبيب الراديو لوك لكحل، والله بالكحل تاع البوليده، درت عند جيت ندير عنده البيوبسي، قال لي دار لي اسمها العينه وبعثني للسبيطار المخبر تاع فرانس فان، عطيتها لهم. بعد كي رجعت قالوا لي شنو هي؟ قلت لهم والو، راني ندير في تحاليل على واحد الولسيس، وقالوا لي ممكن نستعصلوه لكم. ومن بعد في الاخير عادوا يسمعوني في التليفون، عيط نهضر على كيفاش العلاج، كاش ما كاين علاج بديل. فاقوا في زوج، في الحقيقه في زوج فاقوا، اصطدموا في الحقيقه، كانوا مصدومين في الحاله نتاعي. بالك قلت لهم من ربي سبحانه وان شاء الله ما يوقع غير الخير، ولجأت ربي سبحانه وتعالى وبفضل الخالق قال لك قعدت ندعي في ربي وسهلت الامور، حتى نهار 10 ولا 12 في رمضان كنت شويه كلي متضايق، ما كانش علاج في ذيك اللحظه، لازم قال رايح للعمليه طول. نجا واحد ثاني كان يتعامل معنا مني، كنت خدام في القطاع الماليه في الرقابه الماليه لولايه الجلفه، كان يتعامل معنا هو مقاول. ربي ان شاء الله نوجه النداء ليه، ربي ان شاء الله يحفظه ويبارك. بالك سي عبد الرحمن انت راك صبت جوستومون كيما حكيت لنا دوكا على هذا الانسان ولا حتى على قبله، يعني صبت ناس اللي وقفوا معاك، وهذه هي الحاجه المليحه بالك نور الهدى. خطر على بالي في هذه الفتره كما قال لنا سي عبد الرحمن، يعني اغمي عليه كيتقبل خبر المرض ديالو، وحتى اخفى هذاك الامر على الزوجات ديالو وعلى اولاده، يعني كان متحسر هكذا وحده دا صدمه المرض، صدمه سرطان الثدي، وصدمت يعني لو فات اللي هو كان وحده وما تقاسمش في الايام الاولى هذاك الخبر مع العائله ديالو. لا
لله كما يعني سمعنا هذه الحالة فعلا أنه الصدمة في المرحلة الأولى صعبة جدا، لأنه للأسف في معتقداتنا يعني كمجتمع جزائري ما نسموش مرض سرطان، ولكن نقولوا هذاك المرض المرض الخبيث ربي عافينا. فبالتالي كاين معتقدات ثقيلة مربوطة مباشرة بالموت بالعجز مع هذا المرض. فالإنسان لما يجي يقولوا له مباشرة عندك مرض سرطان، يعني مباشرة راح يتخيل أسوأ الاحتمالات. ثم هذيك الصدمة احنا نعرفوا أنه في الصدمة علميا كاين عدة مراحل يمر بها الإنسان، من بينها المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الإنكار، معناها ما يقدرش يصدق، يقول ما كاش منها، ماشي صح، ما صارت ليش، ما فيهاش هذا المرض. كاين اللي ممكن بعدها يروح مرحلة الغضب، وكاين ذكر واحد العبارة قال أنه قلت أنا علاش، وش درت أنا باش ابتلاني ربي هكا. فكاين بزاف اللي يقعدوا في هذه المرحلة تاع الغضب، وعلاش أنا جاني هذا المرض وعلاش ماشي الآخرين، يعني يقعدوا في واحد الأفكار سلبية سيئة. ثم يروحوا لواحد المرحلة يسموها مرحلة المساومة، يبداو يحوسوا على حلول، على احتمالات، قال أنه حوس على العلاج البديل وعلى ما كانش علاج عادي وكاين العملية. ثم تأتي مرحلة الاكتئاب، يعني من بعد نعرفوا اسكو مر عليها ولا لا. لا، مرحلة الاكتئاب للإنسان فيها يفقد الطاقة تاعو، ينزوي، ينعزل، يحس باللي خلاص راهو فاصل هذا المرض الخطير جدا، لازم يواجهه، لازم يسعى. ثم بعدها تجي مرحلة التقبل، يعني لاباز اللي اعتمد عليها السيد هي السند الاجتماعي والمعتقدات الدينية، ويسموه أيضا السند الديني. الآن في الدراسات الحديثة عندنا السند الإعلامي، السند الاجتماعي، والسند الديني. هذا واش دار سي عبد الرحمن اللي بالك كان بدا في رمضان يتقبل المرض ديالو وعاود يعني تعلق هكذا بالدين، وقال يعني هذا حاجة ربي، وقرر أنه يروح المستشفى تاع البليدة. أنا بعد اللي رحت المستشفى البليدة قلت لك خرجت التحاليل، ومن بعد رجعت نهار 10 في رمضان مريح في المسجد صلاة التراويح، حتى جا السيد هذا اللي حكيت لك عليه الضيف محمد، ربي إن شاء الله يحفظه ويبارك فيه. في الحقيقة فرج عليا كربة كما يقولوا تاع الصح، كنت متضايق، قلت انا الدواء ما كانش والعمليه مانيش عارف وقت، قال لي ما تعرف وقت اش نعطوك الرونديفو تاع العمليه، راه كاين اللي يدير رونديفو على عام وعلى عام ونص وعلى عامين، ما تعرف وقت اش. كي قعد مساميه، جاء قعد مساميه، كي قعد مساميه قال لي واش الحاجه واش بيك، قلت له اسكت بركه ما خلي، حتى قلت له ان شاء الله نصلوا ونحكوا. كملنا صلاه التراويح ومن بعد قلت له فوالا فوالا، قال لي هذه راهي حاجه سهله، كاع ما كاين والو، كاع ما تخممش نهائيا، رفع لي المعنويات بنسبه 90%. واش قال لي كاين العلاج البديل، نجيب لك الدواء، كاع ما تخممش. جاب لي واحد الاكله يسموها شيري مايا، الاكله هذه شيري مايا، بديت ناكل فيها، جابها لي ربي ان شاء الله يحفظه ويجعلها له ان شاء الله ثمار الجنه والامثال. بديت هذيك ناكل في ذيك الاكله، حاسب روحي بلي راني ندير في علاج بديل. كملنا رمضان، من بعد نهار ثاني رمضان عيطوا لي في لوبيتال فرانس فانون في المستشفى بوليده، قال لي بلي تحضر روحك باش عيطوا لي قبل نهار 15 ولا 16 رمضان، قال لي دير ان بيلون. درت البيلون تاعي، درت التحاليل، درت السكانير، درت كل شيء المطلوب، كاع اللي قالوا لي عليه. ومن بعد قال لي نهار ثالث عيد جينا، نهار ثالث عيد في رمضان في 2019 كنت في سبيطار فرنسا. الحقيقة كي وصلت تما الله يبارك، طاقم طبي ما شاء الله، تقول واحد ما يحس بروحه بلي راه في الجزائر. صح عبد الرحمن، انت رانا نشوفوا مع حكايتك، سامحني قطعتك، الطاقم الطبي وقف معاك، المحيط، المجتمع كما قالتنا مقبل نور الهدى، لاحظنا انه وقف معاك، يعني الناس كامل في البيئة ديالك صح وقفت معاك وسانداتك ورفعت لك المعنويات ومدت لك القوة باش تفوت هذيك الفترة إن شاء الله في ميزان حسناتهم كامل، وأفراد عائلتك قلت لنا من قبل أنك في البداية خبيت عليهم، أسكو كان واحد بالك واحد من عائلتك ما تقبلش المرض ديالك؟ يعني صح مع نور الهدى دوك نولوا النقطة هذه، يكون في يعني نفسية المريض يعني يكون أمر صعب باش تجاوزه، بصح حتى نفسية العائلة عندها أهمية وتكون صدمة كبيرة للعائلة. اسكو كاين واحد صديق ليك ولا فرد من العائلة ما تقبلش وحسيته أنه تصدم من المرض ديالك؟
في الاونه الاولى قبل لا نجي باش ندير العمليه ما كانش اللي كنسمع بها من اهلي جوستومون بعد خاوتي وعمامي وكذا كاع ما كانش ومن بعد قلتها لخويا خويا انا خويا توأم معايا انا الله يبارك قلت له باللي فوالا هذاك هو اللي يحس بك ويعيش معاك كل حاجة. نعم نعم قلت له باللي فوالا راني رايح ان شاء الله وراني راح ندير عمليه وها واش قالوا لي قال لي والو انا راني نحس بك في قلبي طاح يبكي مسكين قال لي باللي راك كاين والو بالك حس بك قبل ما تحكي له انت كان حس قلت له ان شاء الله ما كاين والو هو في الحقيقه كان موش متقبلها في نفسيته ومريض مسكين ثاني ديابيتيك كان موش متقبل قلت له والو العربي هذا ما كاين والو راهم قال لي باللي هذا راه يستأصله ما كان حتى شيء اما بالنسبه للزوجات قلت لك الصغيره في الحقيقه عندها شويه ايمان راسخ الله يبارك ما شاء الله ما كان ما زعزعتش حتى هي في روحها عطيت لي كما يقول لك ان كود ما في موتيفاسيون ومن بعد نهار اللي جيت جبت معايا وليد خويا وليد هذا العربي جبته معايا هنا قلت لك استقبلنا الطاقم الطبي وقالوا لي قدوه ان شاء الله في القاعه نلقاوك واجد دخلت مع المرضى نسيت المرض تاعي انا لقيت كاين امور واحده اخرى لا اله الا الله محمد رسول الله كاين اللي الامعاء تاعو تنحوا له منها طرف كاين اللي في الحنجره تاعو كاين واحد كل واحد كاين قبضه كاين اللي صايبه في العين هذه بالنسبه للرجال بالنسبه للنساء ثاني الموقع اللي احنا فيه الاكثريه نساء اللي راح يندير لهم العمليه والعمليات يديروا اربع عمليات خمس عمليات في القاعه هذه جوستومون بالك نشوفوا مع البروفيسور صايب طريقه العلاج تاع سرطان الثدي اسكو عند المراه وعند الراجل تكون بنفس الطريقه لو قالنا السي عبد الرحمن انه يعني حكاو له على اربعه ولا خمسه عمليات باش يكون استئصال تام للثدي شكرا على كل حال سرطان الثدي عند الرجل اللي اكزيست كاين منه شحال نسبته بروفيسور الرجل عنده ثدي كيما الامراه ولكن الثدي تاع الرجل اللي با ديفلوبي ما يكبرش شحال النسبه تاع السرطان النسبه تاعو في العالم في العالم النسبه تاعو هو 1% من سرطانات الثدي وفي الجزائر بين 0.5 0.8% لو كونسير دو سان ريبريزونت موان دو 1% دو شي لوم دو تو لي كونسير دو سان دونك النسبه تاعو راهي قليله بزاف لهذا عند الرجل نهار يسمع بلي عنده سرطان الثدي عنده ديجا عنده حاجز ان اوبستاكل بسيكولوجي واجتماعي نولي للسؤال تاعك فيما يخص العلاج فيما يخص العلاج مهما ان العوامل اللي ادت سرطان الثدي عند الرجل وعند المراه متفارقين ليست نفس العوامل ولكن العلاج هو نفسه لا شيميوثيرابي التداوي بالاشعه لا راديوثيرابي والجراحه السرطانيه برك كاينه حاجه حبيت نقولها عند الرجل بان الثدي تاع الرجل ني با ديفلوبي ماشي كبير دونك ما نجموش نديرو اون شيروجي كونسيرفاتريس ما نقدروش نحيو غير اون بارتي يعني جزء تاع لوسا جزء كيما عند الثدي كيما عند المراه من الاحسن باش نحيو الثدي بكامل يعني جوستومون دوك حكيت لنا على العلاج الكيميائي الجراحه اكسيتيرا بالك السي عبد الرحمن وسي الخضر اللي راهم حاضرين معنا اليوم هما اللي راح يحكوا لنا بالتفاصيل سورتو كيفاش عاشوا هذيك الفتره سي الخضر مرحبا بك مرحبا بناس الطيف ولا بالك شوف النود عندك باش هكذا تسمعني خير سي الخضر هي معاك مرحبا بك سي الخضر على بالي سي الخضر هكذا ني ديبلاسيت عنده هكذا باش نكونوا اليز وحتى هو يهضر اليز ويحس روحو راهو في داره مرحبا بك ومرحبا بناس الطيف في ناس ويكاند الله يبارك فيك بارك الله فيك احكي لنا سي الخضر منين بدات حكايتك مع سرطان الثدي وكيفاش بدات شحال كان في عمرك سي الخضر
حقيقة أنا ما كنت أنتظر هذا السرطان هذا ولا أفكر ولا أفكر فيه. ما كانش على بالك؟ ما كان في حسباني، لأنني أولا ما كانت علاقتي مع الأطباء نادرة قليلا، يعني قليل ما نكون مع الطبيب هذاك، لأن الحمد لله كنت سليم الجسم، وإلا في الحالات الاضطرارية العامة اسمها الأمراض العادية هذه فقط، أما باقي الأمراض يعني المهم أنا المرض هذا اكتشفته عن طريق صدفة. كيف؟ بعد ما قمت بعملية الغسل اغتسلت، بعد أمام المرآة هكذا بديت نلمس هذا الجسد نتاعي هكذا، المهم مسيت هنايا في البزولة هذه ما كان والو، بعد كذا عن طريق صدفة تلكت مسيت البزولة الثانية هذا الثدي الثاني هذا، وجدت هناك كان شيء غريب، يعني جسم غريب، جسم غريب لا يماثل الثدي الموجود هنا، مش كيف يعني. بقيت نسأل وشني هذا يا ربي، ما المهم حكيت لهم في الدار، قلت لهم هاي كاينه واحد اللي اسمه كذا، ونضحك يعني كل ما كنتش مش عاطيه اهميه مره، لا ما ديتهاش بجد، ما درتش يعني مع الاولاد مع العائله وذاك. من بعد رحت لواحد الطبيب ثم في المستشفى الجواري ثم في عين رنيت، طبيب شاب هكذا. بس بالك سي الخضر، قبل ما تروح عند الطبيب كي شفت هذاك الجسم الغريب واش درت في بالك؟ واش جاك في بالك؟ ما درت والو، ما درت والو في بالي، ما كنتش عاطي اهميه كل شيء، يعني شيء يعني قلت انا ربما قلت انا ربما حركه عاديه، حركه غير عاديه ونتيجه الحركه هذيك بالك هذا جاني هذا الوسوس هذه هي، ما كنتش يعني اعطي له، ما درتهاش في بالي، لا ما هذا سرطان هذا كنت ما لا افكر فيه ولم حتى في الاحلام، سرطان الثدي حتى في الحلم ما حلمت به. المهم بعد رحت للطبيب هذا قلت لك ثم في العين رنيت، طيب في المستشفى الجواري هذاك، المهم دخلت لي السلام عليكم الى اخره كما تعرف، قلت له ولدي راه عندي واحد الحبه لهنا شوفها لي مباشره، نكتب لي، قال لي روح دير راديو، قلت له انا سبحان الله، قلت له روح شوف لي ترى لك انا هذاك كيف نروح ندير راديو طول هكذا، ما حبش، قال لي لا ما قال لي ما نشوف لك ما والو، المهم هذه يعني الحبه هذه ما شفتكش الطبيب، ما شفتني ما والو، ما كانش يعني ماناش في وقت كورونا كما يقولوا هذيك كوفيد هذه، علاش يعني ما فحصكش الطبيب؟ ما سقسيته وعلاش واش قال لك؟ يعني قلت لك، قلت له روح تشوف لي هذه الحبه، قال لي ما نشوف هذا، قال لي اكتب لي مباشره، قال لي روح دير الراديو طول. انا ماذا بيا ندي راي جوستومون البروفيسور اللي راه حاضر معنا، خليني نكمل لك من بعد شويه. معليش تفضل سامحيني، بعقلك راك في الدار اليز. المهم انا خرجت في الاول كنت شويه كلي، قلت انا مع الاسف شوف الطبيب وما حبش حتى يمسني كيف يعني كلي نوعا ما تقلقت صح. ومن بعد خلاص درت الورقه هذيك في الجيب ونسيتها، تقدر تقولي نسيتها واحد يومين ولا ذاك، وجرى الحديث في البيت قالوا لي وشني هذيك، قلت لهم الحبه هذيك ولا غمزات، ونضحك انا ما على باليش. المهم رحت لواحد الطبيب، رحت لطبيب اخر ثم ثاني في عين رنيت، دير لي واسمو لا فيزيت، المهم فحصني، لما فحصني واسمو قال لي وقيله ما كان والو، المهم عطاني الدواء، وكان كنا على ابواب رمضان، شهر رمضان بقى واحد 3 ايام ولا 4 ايام رمضان، قال لي هاو الدواء هذا استعملوا لعل الله، ومن بعد رمضان رانا نشوف. يعني ما فاقش مباشره انه سرطان الثدي؟ ما على بالوش، قال لي ما او قال لي كاينين جماعه اللي عندهم حبات اكثر من هكذا. معليش انا نشوفوا تري تري رابيدمون راي البروفيسور الصايب، يعني في الطبيب الاول اللي ما فحش المريض، ماذا بينا بالك حنا باش ما نظلموش طبيب، بالك كانت اون غيزون سي بور ساك، ماذا بيا ندي رايك. والسؤال الثاني ماذا بيا نعرف اسكو تشخيص سرطان الثدي هو عند الرجل بنفس سهوله التشخيص عند المراه، خاطر وقلنا الطبيب الاول ما حبش يفحصه، والطبيب الثاني قال له لا ما تخافش ما كان والو مع روح، واللي كيفاش تفسر هذا بروفيسور صايب؟ من الواجب على الطبيب
باش يفحص المريض، يفحصه يفحصه، يبدا يفحص لا زون دابيل. قال له عندي نحس حبه في الثدي تاعي، لازم على من الواجب على الطبيب باش يفحص الثدي المريض والثدي اللي ماشي مريض والطوابق لي كرو اكسيلير، باسكو كاين لي غونغليون اللي راهم الولسيس اللي راه متعلق مع الثدي. يعني هذا الطبيب ما ربما كان خطا منه كيما واش انا نقول لك، واش لازم يواسي؟ واش لازم يواسي؟ لازم يفو اكزاميني، يفو انتيغوجي اي اكزاميني. ربما يكون هو مريض والمريض ما على بالوش باللي الثدي الاخر، حتى الثدي الثاني كيما بالك، حتى الطبيب الثاني اللي حكى لنا عليه السي الاخضر ما مدش اهميه لهذاك الورم اللي كان عنده في الثدي. كيفاش تفسر هذا بروفيسور؟ هي لازم نمدوا اهميه، ماشي باسكو سرطان الثدي نخمو فيه عند المراه والثدي عند الراجل. اللي اكزيست لا غلوند مامير لو سان كاين عند الراجل، وشنو اي ني با ديفلوبي، ماشي كبير بالك. حتى هاد الاطباء في زوج اللي راح عندهم السي الاخضر ما كانش عندهم وعي وعلم بالمرض. سي بوسيبل، سي بوسيبل بيان سور، سي بوسيبل. بالك على صورة الكثير من الناس، كنت حنقول في الجزائر ولكن لا حتى عبر العالم كاين بزاف ناس ما راهمش على علم بوجود هذا المرض، سرطان الثدي عند الرجل. وهذا واش لاحظنا كي رحنا هبطنا يعني لبرا لشوارع العاصمة، درنا هكذا حوارات مع الناس وطرحنا عليهم السؤال، واش تقول في سرطان الثدي عند الرجل، يعني تعرفوا ولا ما تعرفوش، وهكذا كانت الأجوبة. زعما سمعت بهذه اختي، ما عندي حتى معلومة. نسمع بالمرأة عندها سرطان الثدي. ما يصيبش الرجل، عمري ما سمعتها. سرطان الثدي عند الرجل ما نظنش يكون. سرطان الثدي على حسابي ما كانش عند الرجل، لا. فريمون تخي غار، الناس ما تسمعش بها بزاف، واللي تسمع بها شغل ما تامنش كيفاش الراجل عنده في السن تاعو كونسير. فريمون طابو، واحد بعيد الشر يكون مريض بها، كي تقولي له واش عندك يحشم يقول لك الوغ كو حاجه نورمال. نور الهدى، انا ماذا بيا هنا تعليقك على اراء الجزائريين اللي كيما كنت حكيت مع الدكتور، كاين بزاف منهم ما راهمش على علم بوجود هذا المرض. وحتى يعني واش قالت السيده في الحوار الاخير اللي درناه، قالت لك حتى الناس ما يتقبلوش هذا المرض، حتى بالك يولي لونتوراج ولا البيئه تاع المريض ما تعرفش حتى تتعامل معه. طيب اذا بالنسبه لانهم ما عندهمش علم بهذا المرض، فيعني نقدروا نقولوا هذا امر طبيعي على حسب الشخص اللي كان يحكي، بمعنى على حسب تجربته وخباراته والناس اللي يعرفهم الامراض اللي يسمع بها، يقدر يكون عنده علم ولا ما عندوش علم. نعطيك مثال، في مره جاتني مفحوصه عندها تكيس مبايض، حسيته امر خطير جدا، ما عندهاش معلومات ما عندهاش معطيات، ولو شافت احصاءات لو كان عندها معلومات تعرف بلي هذا امر عادي ويجي بزاف نساء ويداوي منه ويبراو منه. فنقص المعلومات والمعطيات هو راح ياثر على المعتقد تاعنا، على الوعي تاعنا، على انه نعرفوا ديك الحاجه ولا ما نعرفوهاش، بالاضافه الى رد فعلنا، لانه اذا سمعين بهذه الحاجه كثيرا فرد فعلنا راح يكون طبيعي، نحسب لي امر صرا وناس يداوي منه وقادره تبرا. لكن عدم الوعي خليني لما نسمع بها ولما تكون عندي شغل امر خطير امر نادر كيفاش غير انا ندخلوا في هذه الاسباب للاسف. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى الناس اللي يعني ما تقدرش تقول ولا ما تتقبلش باش تعبر على المرض تاعها، ولا حتى لونتوراج ممكن يحشموا بهذا الشيء ولا يخبيوه، فهذا ايضا راجع لنقص الوعي، لانه لما نشوفوا احنا بلي هذا المرض امر طبيعي يقدر يصير لاي انسان ايا كانت الشده تاعو. فالناس اللي تخبي المرض بالنسبه لها لما نديروا بحوث يعني ونحوسوا من الناحيه النفسيه، فالكثير منهم يشوف انه هذا المرض هو ابتلاء او هذا المرض هو عقوبه، او انه ما نحكيش عليه باسكو راح يستشفوا فيا، او انه فلان راح يقول الشح فيا وصرا لي كذا وصرا لي كذا. فكاين هذا الصراع، ولا حتى انه كاين ناس تحب تبين روحها في الكمال، معناتها انا لاباس بيا صحتي مليح ما نحبش الاخرين يعرفوا بلي نظام
ضعفت ولا مرضت ولا صارت لي الازمه الفلانيه. فكل هذه الامور تخلي كاين نوع من العائلات ايضا تسمى بالنسق المغلق، بمعنى عائلات تحب تخبي، تحب تعيش كلوز، يعني مغلقه على ذاتها، مغلقه على تفاصيلها، تحب تبين غير الصوره الجميله للاخرين، حتى المشاكل البسيطه ما تقدرش تبينها، في بالنسبه ليها هي عيب وكارثه. فمن هذا المنطلق تاع المعتقدات تكون ردود الافعال. فوالا بالك هنايا راح ندو وجهه نظر منير شعلال اللي هو ابن الاخضر اللي راهو حاضر معنا. مادام حكينا دوكا على العائله، انا ماذا بيا ندي وجهه نظر العائله. منير كيعلن الوالد ديالك على حكى للعائله انه عنده سرطان الثدي، ولا بالك قبل ما يقول لكم انه عنده سرطان الثدي كي حكى لكم في الدار قال لنا حكيت لهم بمسحه، قال لنا حكيت لهم وكنت نقصر. انتم في هذاك الوقت يعني دخلتوا في هذيك المزحه تاع الوالد ديالكم ولا لا خديتوا الامر بجديه وبديتوا تخافوا عليه شويه؟ انا في الوهله الاولى، السلام عليكم. السلام. الوهله الاولى ما كنتش على بالي خلاص، ما كيحكى لهم ما سمعتش انا. ما كنتش معاهم بالك في الدار؟ ما كنتش. من بعد شهر ونصف خلاص رمضان وهذا، قال لي راني رحت للطبيب وراه عطاني الدواء وقال لي دوك يذوب لك بالدواء هذاك الولساس هذا. الولساس بصح يقيله ما ذابش. قيله ما ذابش دوك ما لازمني غير نزيد نشوف ترى كيفاه. كي راحوا للطبيب قالوا ديروا لنا راديو. كي داروا لنا راديو داروها عند هذا ابن عمي هذا. ومختص في الراديو شعلال هذا مصطفى. كي شاف الراديو هذه قال بلي هذا راه ورم سرطاني. ثم اللي شوكينا ما قالش سرطان الثدي، قال ورم سرطاني وسكت. كيفاش كانت ردة فعلكم منير؟ انت شخصيا قبل ما نحكوا على العين بلي الورم هذاك تاع السرطان جاي في الرئه. قلت انا الراجل عنده في الرئه تسمى ظهر، قلت بالك ظهر تسمى فيليك سيريور برك تسمى حس به. ما عنديش فكره انا تاع الطب، يعني ما درتش في بالك كامل انه سرطان الثدي، انت خممت مباشره للرئه. رحت للرئه طول. هم عاد ثم ولينا اضطرينا بدينا نديروا في لي صوت الراديو تاع لو سون تاع العظام تاع هذا، صافي لي نلقاوه مليح نفرحوا فهمتي، مين يلقاوها مليح سما ولينا كي شغل استرحنا النفسيه تاعنا استراحت. ما خذيناش الامر يعني بحاجه كبيره. النهار اللي ولا قال لك هاو لازم يستاصل وعنده دي غونغليون ماشيين منا في هذاك في التالي. ثم اللي ولا الامر جاد. يعني لتماك وين انتم عرفتوا حقيقه ويعني تيقنتوا انه خلاص هذا سرطان الثدي. احكي لي على ردة فعلك انت شخصيا منير قبل ما نحكوا على العائلة الكبيرة، انت كيفاش تقبلت هذا الخبر؟ واش حسيت في هذيك اللحظة؟ ما جاني عادي، قلت انا الانسان كي المرأة كي الراجل، وطونك عندهم ثدي عادي، ما خممتش فيها. انت ما كانش على بالك من قبل باللي يقدر يجي سرطان الثدي للرجال؟ نو نو ما كنتش على بالي، كنت حاطة هذا السرطان هذا يجي وخلاص. باسكو الناس يقولوا يجي في العين يجي في الفم يجي في السما يقدر يخلق بارتو. سما كان عندي شيء عادي يعني يخلق هنا ولا عند الراجل ولا عند المراه سما. صح تصدمت حكيت لنا كي عجب ولا هكذا سما بانت لي باللي جامي خممت انا نحس انا باللي السرطان هذا يجي عند الناس برك ما يجيش عندنا فهمتي. ومن بعد تقبلنا الواقع به. احكي لنا على الوالده تاعك سي منير. اي ما تقبلتش الموضوع نهار الاول شويه، تخلعت هكذا تاثرنا هكذا شويه اسمه معاه. اسمه احنا قعدنا نتبعوا في هذوك الراديو، كي نلقاو راديو قلت لك مليح نطمئنوا. الحمد لله. انا سقسيتك على الوالده ديالك وعلى رده فعلها، خطر على بالنا انه في هذه الحالات ربما الزوجه هي اللي تكون سند كبير للزوج ديالها، هي اللي توقف معاه وتعاود ترفع له من المعنويات كي هي كي بقيه العائله. بيان سور ماذا بيا نعرف شكون اللي كان يدير الكوراج الاخر؟ سي الخضر الوالد ديالكم هو اللي كان يدير الكوراج للعائله ولا لا بالعكس انتوما اللي وقفتوا معاه وانتوما اللي كنتوا السند ليه؟ هو ما مدش مره ما مدوش قيمه كبيره على هذا المره، كان عادي
تقبلوا بايمان كبير بقى. ايه كان عادي مره، حنا اللي كنا نقولوا له شنو مش قادرين نقولوا له عليه. دونك في المعنى تاعنا حاطين باللي هو ما على بالوش. حاطين باللي هو سما ولسس و سافا سباسي وتنحى وخلاص. ماناش قادرين نهضروا عليه، هو على بالو. ما قلناش. سما حنا كل واحد يعتقد في الاخر باللي ما على بالوش. هكذا مشات. فهذا النوع من الحالات كيفاش يكون مادامنا مع العائله نبقاو مع العائله، كيفاش يكون التكفل بالمريض؟ اسكو تنصحي انت انه يتكفل به شخص واحد هو اللي يكون ديما معاه ويتهلا فيه ويلتهى به، ولا لا لا العائله كامل لازم تتعاون عليه وتبين له باللي راهم كامل واقفين هنا باش يساندوه؟ طيب الان التوجه العلمي يقول انه في التكفل النفسي نفضل الشخص الاقرب الى هذا الانسان، بمعنى الشخص اللي مولف يعتمد عليه، اللي يحسه قريب له عاطفيا، اللي يعطيه هذاك السند، اللي يعرف يتحاور معاه، اللي يعرف يعني يحكي له همومه باريحيه، فهذا هو يعني المؤهل اقرب. ولكن اذا كانت يعني كل العائله مجنده وتقدم هذاك السند هذا امر رائع. وكنت حابه ننوه النقطه يعني مهمه من خلال يعني من بدايه الكشف، من بدايه انه نروحوا للطبيب ونقول باللي عندي هذا الامر الفلاني، لما يؤخذ بعين الاعتبار بجديه راح نمهدوا يعني الخبر للمريض بطريقه كما نقولوا بالعقل بالعقل. جوستومون انا ماذا بيا مادام حكينا على العائله، مادام حكينا على السند، ماذا بيا نعرف السي الخضر. كنا شفنا مع السي عبد الرحمن انه المجتمع والاصدقاء ديالو هما اللي ساندوه بزاف، وحكى لنا كيف على الزوجات ديالو اللي وقفوا معاه. انت في العائله ديالك شكون هو الشخص اللي كنت قريب منه بزاف، وشكون هو الشخص اللي حسيته حقيقه انه كان سند ليك وهو اللي عاونك باش تجاوزت هذيك المرحله الصعبه؟ بعد ما اكتشفنا باللي كاين مرض وذاك، مجموعه تاع الاسره كامله تاثرت، يعني سواء خاصة الإناث، البنات والولاد كذلك. شحال عندك البنات عمي الخضر؟ شحال عندك البنات عمي الخضر؟ عندي ثلاثة ما شاء الله. يدخلوك للجنة ما شاء الله. ثلاثة عندي ثلاثة ما شاء الله. ثلاثة بنات ثلاثة دراري. الله يبارك ما شاء الله، ربي يخليهم. استغفر الله. قلت لك بعد تأثروا يعني في الحقيقة، خاصة الزوجة. ومن هنا أحييها تحية حب وتقدير. لأن وقفت بجانبي وقفة شجاعة. ولكن نقولوا السي الخضر، المرأة هي اللي توقف مع زوجها كي يلزم، الوحيدة. وهي اللي تكون الجيش، يعني هي الوحيدة، هي الوحيدة اللي وقفت. والوقفة تاعها كانت قلت لك وقفة شجاعة، ما كانتش يعني ما فرطتش مرة، ما فرطتش فيا أبدا، دائما معايا في اي لحظه. تقول لي حتى كي تخرج ولا ذاك هو التليفون، عيط لي لكش مسحق يعني في اسمه، قامت مقام الزوج والزوجه في ان واحد، يعني هي صبحت الرجل والمراه في ان واحد، امراه بألف رجل. وقوف كلهم وقفوا، يعني سواء افراد عائله او الاخوه، خاوتي وجيراني، البيئة ديالك كامل وقفت معاك وسنداتك كي تلقيت خبر المرض ديالك، وحتى ما بعد في مرحلة العلاج. السي الخضر كيفاش كانت مرحلة العلاج ديالك؟ بعد ما جبت كما قال لكم منير، كما جبت الراديوات هذوك تاع اسمه، رحنا للمستشفى ثم مستشفى الباز شهيد مختاري عبد الغني، والأستاذة ويعرفوا كان ثم استاذنا. المهم رحنا للطبيب هذا سي نصر الدين، وشافني، وبعد اسبوع ولا اسبوعين، على الاقل اسبوعين، اعطوني موعد بعد ما طلبوا مني طبعا لي راديو هذوك والتحاليل وتاع العظم تاع الصدر تاع القلب تاع، المهم كما حكى لنا منير، المهم هاي كما قال منير. وبعد اجريت لي العمليه، داروا لي العمليه، من بعد شهر خذينا هذاك الجسم، هذاك الجسم الغريب هذاك ديناه للمستشفى، ساعدنا في سطيف. المهم دزينا هذاك الجسم الغريب هذاك ديناه للمستشفى تاع سطيف، وبقينا ننتظروا في النتيجه تقريبا حوالي شهر باش رجعت لنا النتيجه. ولما رجعت النتيجه
وليت عقبت عند طبة ثم كاين اطباء ثانيين، اطباء نفسانيين، كاين اطباء في كل كل واحد واختصاصه حسب الاختصاص يعني. المهم المهم عقبت عن طبيبه نفسانيه حكيت انا وياها، قالت لي هاي كيفاه الحاله تاعك شويه، حاله تاعك شويه تتغير، مثلا الشعر غدوه يطير لك واسمه الى اخره. قلت لها انا مادام راني مريض لابد من واسمه لابد من العلاج. نعم هذه ما نقدرش نهربوا منها، لا ما فرع، لازم نعالجه. وبعد عقبت عن الطبيبه هذه تاع الكيماوي، قالت لي لك راك عندك استعداد باش نبداو لك العلاج. قلت لها طبعا. ومن بعد عطاتني موعد وبديت العلاج، درت ست حصص. سي الخضر سامحني، كيفاش كانت النفسية ديالك في هذيك الفترة؟ على بالي سقسيتك، خطر على بالي انه فترة العلاج الكيميائي صعيبة بزاف عند مرضى السرطان. شوفي سامحيني، الحصص الأولى والثانية والثالثة هذو الحصص عادية، تقدري تقولي حصص عادية. كاين تغيير لكن مش تغيير جذري يعني. الحصة الرابعة، كما يقولوها الاخرى هبطتني للارض. كان صعيب. الجسم تاعي انهار. العضلات تاعي ما بقاش عندهم اسم، عدت ما نقدرش نوقف. عادوا يهزني واحد منا واحد منا، وهذا المنير كان هو اللي يديني في الليل ساعات، حكمني السطر يديني ثم المستشفى هذاك الجواري هذاك. كان عندنا ثم واحد الاخ نعرف ذكرني بالنقمه تاعو، معليش دباش عمر. دباش عمر يديروا لي مسكين، يديروا هذاك السيروم هذاك باش ينقص له شويه السطر هذاك اللي يجيه. كانت الخير وسما نقعدوا ساعه ساعه ونص يدير هذاك السيروم باه يقدر يولي يجي يرقد. وانت في هذاك المومون كنت قاعد معاه منير، صافي بالك عشت معاه كامل هذه المراحل وعشت المرحله تاع العلاج الكيميائي مع الوالد ديالك. اي كنت معاه، سمعها وعشت هذيك اللحظات هذوك وكل مره وكاملين شفتهم كامل يعني. واش يفكر يعني الوالد كيشوف الوالد ديالو يعني في هذيك الحاله؟ بالك يعني في اي عائله الواحد يتمنى يقول ماذا بيا انا اللي نكون مكانه وما نشوفش هذاك الشخص اللي نحبه واللي عزيز عليا يتعذب هكذا. منى شو راح نقول لك انا؟ المهم هما سامحي لي، هما في الحقيقة أنا يعني نقدر نقول لك وصلوا إلى نقطة اليأس، لأن الوضع تاعي أصبح وضع خطير جدا، لا أكل ولا شرب ولا والو، ما كان والو على بالك، ما ناكل ما نشرب ما والو، حتى باش نشرب الماء ولا نبلعو ما كانش. هذا نجرح حلقوم هذا تاعي نجرح، وصبحت غير ناكل شويه تاع عسل بالماء صباح والله. ومن بعد بشوي بشوي تدريجيا كانوا يديروا لي واحد اسمها هكذا الاكله هكذا بسيطه وندير لها زيت الزيتون، وبديت بشوي بشوي شيئا فشيئا استرجعت نوعا ما قوايا. الحمد لله. وانا على بالي باللي كاين كما قلت لنا هكذا العائله ديالك سنداتك وقفت معاك، وعلى بالي باللي كاين ناس بزاف في المحيط ديالك هما وقفوا معاك وساندوك. معليش نعاود نقرب ليك برك باش تسمعني مليح، قلت لك على بالي كاين ناس في المحيط ديالك هما اللي عاونوك وساندوك. كيما حكيت لنا انت في الكواليس كنت مدير مؤسسة تربوية، وعلى بالي بليك يعني خليت علاقة طيبة بينك وبين التلاميذ ديالك اللي كانوا يقراو عندك زمان صافي 30 40 سنة. عميل الخضر انت مازالك في اتصال مع بعض من التلاميذ ديالك في الصيف؟ كيفاش؟ مازالك في اتصال مع بعض من التلاميذ ديالك اللي كنت تقريهم؟ اي مازال نعم. شكون مثلا فيهم اللي مازالك في اتصال معاه؟ كاينين بزاف، كاين عندنا حروس هذاك كمال، عندنا ثاني زواوي. اه زواوي هذاك تاع المهم كاين بزاف يعني، لا اذكر يعني اسمائهم. صح. ولو كان نقول لك باللي كيما راك متفكرهم انت اليوم وكيما راك ذكرت لنا بعض الاسامي في البلاطو تاع ناس ويكان، حتى هما تفكروك وحتى هما حبوا يحكوا معاك
ويجوزوا لك رساله في البلاطو تاع ناس ويكان. عندي رسائل لهنا من عندهم، هاي لهنا في الهاتف. بصح ما احنا عندنا، انت بالك عندك بزاف رسائل، عندك ميساجات هكذا في ميسنجر في واتساب. هذه تاع احنا عندنا صوره يعني بالصوت والصوره. نروح نشوفوها سي الخضر، تفضل دوك نشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم استاذ، ان شاء الله راك لاباس. رانا هنا المكان اللي كنت فيه تتكلم وحنا نسمعو، اليوم راه تسمعنا وحنا نتكلمو. اليوم حبينا نقولو لك حاجه، حبينا نقولو لك راك في البال وحنا ما نسيناكش ورانا ديما ندورك. تالي علمتنا حوايج بزاف، علمتنا التواضع والإحسان، علمتنا الإبتسامة والكلام الزين، علمتنا الرزانة وعلو الهمة، علمتنا نكونو رجال. نقولوك اليوم بلي رانا نحبوك كيما تتحبنا، وراك بابانا كيما حنا ولادك. رانا ندعولك ربي يشافيك، وإن شاء الله تنتصر في المعركة تاعك. سلام. شكون هذا سي الخضر عقلتو؟ واسمو هذا؟ أسامة. هذا اسامه. ايه ابو اسامه. شفت سي الخضر كيفاش تفكروك التلاميذ ديالك، تفكروك وتفكروا الفضل ديالك عليهم، وحبوا يجوزوا لك رساله في البلاطو. هو استاذ شوفي فهم، لو ديري عمليه، تقومي بعمليه حسابيه بسيطه يعني. اه تقدري مثلا السنين هذوك، انا عملت الحمد لله 40 سنه و7 شهور و24 يوم ما شاء الله. وديري الحسابات تاع التلاميذ هذوك اللي قراوا في هذه السنين، هذه المده هذه الزمنيه، تجدي ما شاء الله ربما مائهم ولا رجالا، فهمتي؟ ودوك راهم الله يبارك ما شاء الله رجال. كاين عندنا دكاتره، فيهم دكاتره، فيهم اطباء، فيهم اسمه حتى في اسمه في المستشفى هذا اللي كان فيه الاستاذ باز مختاري عبد الله. يعني ربيت اجيال وكبرت اجيال واجيال. كاين دكاتره ثم كاين الاطباء كانوا معنا، كانوا يقراوا عندنا. الله يبارك من بينهم. ايه مادام حكيت حكايه الدكاتره، انا ماذا بيا نعاود نولي للدكتور. بالك هذا السؤال كان راح يكون للمختصه في علم النفس، بصح انا ماذا بيا نعرف الاثر جوستومون تاع النفسيه وتاع البيئه تاع هذاك السند اللي يعني النفسيه المليحه. كي يكون المريض في نفسيه مليحه، اسكو هذا الشيء راح ياثر وراح يعني المرض يعاود يتراجع؟ اسكو كاين اون بروف سيونتيفيك هكذايا تبرهن انه النفسيه تاع المريض راهي مرتبطه مباشره بتطور المرض ولا التراجع ديالو؟ هي على كل حال الحاله النفسيه تاع المريض هي 50% تأثر على مراحل العلاج. المريض لما يكون في حالة نفسية جيدة يتقبل المرض تاعو ويتقبل ثقل تاع العلاج، راح أكيد راح يبرى، ينجم يبرى خلال العلاج. بروفيسور كاين يتحدث يعني الطبيب ولا البروفيسور مع المريض، ماذا بيا نعرف اسكو راح يحكي له على الجانب الوراثي؟ خاطر احنا على بالنا باللي هذا المرض مرض وراثي بروفيسور. لا من العوامل اللي تؤدي باش الانسان يكون عنده سرطان في الثدي. نعم. مرأة أو رجل فيه العامل الوراثي. كما عند الرجل 15% تاع سرطان الثدي عند الرجل هو وراثي، عند المرأة أيضا ماشي 100%، عند الرجل 15%. دونك نحكيو معاه ولا عنده أن بارون دو بروميي دوغري، ولا عنده واحد يكون له، ولا وحده اللي تكون له اللي عندها سرطان الثدي، ولا بعد لي مال فورماسيون اسكو كاين اللي عندهم دي مالادي جينيتيك اللي يقدروا لما يكونوا هاد لي مالادي هذو يقدر يكون فيه نسبه تاع سرطان الثدي عند الرجل اكبر مما لا تكون. بروفيسور اسكو نطلبوا، سامحني قطعتك، نطلبوا من الاولاد يعني المصاب انهم يروحوا يديروا فحوصات ويروحوا يديروا تحاليل باش نعرفوا اسكو عندهم هذاك لو جين تاع المرض ولا لا؟
شكرا على هذا السؤال. تحاليل عند الاولاد لي زيكزامان بيولوجيك ما نديروهمش، ولكن البيدياتر ديجا طبيب الاطفال يشوف ولا عنده سيغتان زانومالي كيزيد ولا في الـ في الـ في لا ميديسين سكولير يشوفوا ولا عندهم هذا الـ هذا الـ هذا المشاكل هذو، وبهم تنطلق باش يلحق الطبيب الاخصائي. بصح كي يكون المصاب هو راهو كبير في السن ويكونوا اصلا ولاده راهم كبار، اسكو يروحوا يديروا تحاليل؟ دايوغ دوك نروحوا نسقسوا منير اسكو هو عمل هاد التحاليل. بصح قبل هذا اسكو الطبيب يمد تحاليل للابناء المصاب كي يكونوا هكذا كبار كيما منير؟ هو اولا لازم يكون الابناء ولا مام كل واحد لازم يدير لوتو بالباسيون كيما عند المراه، لازم الثدي تاعو لازم يمسو يشوف ولا كاين مشكل عنده ولا ما كاش. التحاليل عند المراه كاين لو ديبيستاج التشخيص، عند الرجل ماذا عند الرجل ما كاش لان النسبه راهي قليله بزاف، ما نقدروش نديرو لو ديبيستاج عند الرجل عند كاع الناس، باسكو المصالح الاستشفائيه ما تقدرش تواجه كاع الناس باش نديروا لهم كامل ربما هذوك التحاليل. منير انت كي عرفت الاصابه تاع الوالد ديالك بسرطان الثدي خممت في الجانب هذا الوراثي؟ جاك في بالك ولا لا؟ خممتش، ما جاكش كامل في بالك؟ ما جانيش كامل، مانيش حاط باللي السرطان يكون وراثي. يعني بالك المعلومه عرفتها اليوم؟ هذا وين عرفتها؟ من كي سمعته عرفت باللي السرطان راه وراثي. انا كنت حابه نسقسيك كيما ذكرت دوكا، اسكو رحت درت تحاليل ولكن كيما قلت بالك المعلومه هذا وين ديتها في البلاطو؟ صافي دوكا ماذا بينا نعرفوا. دوك انت كي تخرج من البلاطو مادامك عرفت انه هذا المرض وراثي راح دير تحاليل باش تشوف اسكو عندك لو جين ولا لا؟ لا ما نروحش. ما تروحش؟ ما نروحش ندير. كنت نستنى في العكس، علاش ما تروحش؟ ما نروحش ندير ما نخممش فيه، مانيش نخمم فيه اصلا. تتفادى اصلا هذيك الفكره؟ فهمتي، مانيش نخمم فيها اصلا، وان شاء الله نستبعدوه، ان شاء الله ما يكونش يعني. بصح ما راكش حاب تكون بالك؟ لا لا انا نفهم الخيار ديالك، وعلى بالي بليك بالك خليتها على ربي سبحانه، وتكون هكذا بوزيتيف متفائل وعندك امل وايجابي. كاينه حاجه فريده؟ تفضل. نقدر نمس هكذا مره على مره نقول بلي الحاله لاباس. يعني هذه ديجا نوع من الوقايه. هذا ما كان اكثر ما كانش. عندك تخوف منير انه يصيبك هذا المرض؟ عندك تخوف؟ ما عنديش تخوف. ما تخممش ابدا في المرض؟ ما خممتش فيه خلاص كامل. ان شاء الله يعفو علينا وعلى الامه كامله. امين يا ربي. سيد حمام بالك نفس السؤال، شحال عندك اطفال سي عبد الرحمن؟ نعم. شحال عندك اطفال؟ عندي 14. الله يبارك ما شاء الله، ربي يخليهم لك. سي عبد الرحمن كيف نبقاو؟ زوجتين، الله يتزوجتين. الله يبارك ما شاء الله. بالك نفس السؤال باش نبقاو في نفس الموضوع، كان على بالك انه هذا المرض وراثي ولا دوك سمعت كيما منير في البلاتو؟ انا كنت بعد اللي حكمني انا حسيت بلي وراثي، باسكو قبل حكم اختي الكبيره اللي اعتمني بيني كان فيها سوابق حكمها، ودرت لها العمليه ثاني في فرانس فانون ونجحت وراهي لاباس عليه. حاب نسال الدكتور. بيان سور تفضل. كاين بعض العوامل واحده اخرى وقيل ثاني كذلك تساهم في هذا المرض انه يجي للانسان. بالنسبه للماتريال الالكترونيك هذاك كما لي زونتين اللي يخدموا بالاشعاعات قال لي عن طريق الاقمار الصناعيه. بالك الدكتور هو اللي يجاوبنا. كذلك ثاني قال لي باللي يديروا هذا المرض، والدكتور ادرى. شكرا. هو على العوامل اللي تؤدي كي فافوريز اللي تؤدي باش يكون سرطان الثدي عند الرجل، دابور لاج السن يكون فوق الخمسينات. هذا عامل حافز، وكاين عامل واحد اخر هو ليكسبوزيسيون او غيون اكس او غيونمون، اللي باغ اكزومبل كان عنده لا توبركولوز كي كان صغير وداروا له بزاف الراديو عسى الصدر،
هذا يؤدي، هذا عامل لي يؤدي إلى انتشار سرطان الثدي عند الرجل. أيضا لا راديوثيرابي اللي كان مريض بار اكزومبل عنده حبة في الصدر تاعو وداروا له تداوي بالأشعة، هذا ثاني من عوامل تاع سرطان الثدي عند الرجل. وكاين عامل وراثي قلناه 15% من سرطانات الثدي عند الرجل وراثي كونسير او مونو ديبوندون. جوستومون سي عبد الرحمن، ولادك داروا تحاليل؟ نعم. ولادك داروا تحاليل باش يعرفوا اسكو عندهم هذا الجين؟ ما كانش. قلت لي ابدا، ما قلتليش لا، قلت لي ابدا، يعني بالك في الجواب ديالك. في الحقيقه ما كانش لي انا باش قلت له باللي يدير تحاليل، والله هما كذلك ما همش عارفين باللي يجي وراثي والله. بصح انت على بالك انت، وعلاش ما طلبتش منهم انه يديروا تحاليل؟ ما راكش على بالك نفس راي منير؟ ما كانش اللي قال، الحمد لله لاباس عليهم من لحد الان، ما كانش اللي قال كما نقول ظهرت فيه علامه ولا حاجه. في المستقبل ماكش راح تطلب منهم انهم يديروا تحاليل؟ ما لا اثير هذه النقطه هذه. يعني نفس جواب منير، نخلوها على ربي. نور الهدى، الامر عند ربي سبحانه. نور الهدى، كيفاش نفسروا هذا الامر من الجانب النفسي؟ جيد، اذا من الجانب النفسي هنا كاين عدم تقبل عميق، كاين معاناه. احنا نحكوا على بعض امراض السرطان ولا مرضى اللي كان عندهم مرض السرطان، خاطوا كاع السيروره تاع العلاج، لكن بعدها لما يطيحوا فقط في انتكاسه راح تكون عندهم ازمه نفسيه اعمق ومعاناه جسديه اعمق وحاله مرضيه اعمق. لماذا؟ لانه الانسان بعد ما دار كل القوى تاعو، بعد ما استنزف يعني كل قدراته وحارب هذا المرض وجوز هذيك المراحل الصعبه كما كان يحكي السيد الاخضر، انه حتى لا شيميوثيرابي فيها معاناه كبيره جدا، فما بالك فيما بعدها، يعني امر صعب جدا. فلما يتجاوزوا من الصعب هو في حد ذاته يتقبل انه ممكن يعاود يولي له، فما بالك الناس اللي كانت معاه، اللي عاشت هذا الامر، اللي شافت هذه المعاناه، يعني من الصعب جدا. هذا من ناحيه، لكن من ناحيه اخرى علاش كنت حابه نحكي على الجانب النفسي الغددي والمناعي. العقل تاع الانسان يخدم، احنا نقولوا الافكار، الافكار ليست مجرده، الافكار هي ماده كيميائيه. فالانسان لما يكون في خوف، لما يكون في قلق، عندنا واحد الهرمونات، هرمون الكورتيزول، هرمون الدوبامين، يخدموا بزياده، راح يوظفوا لنا اعضاء تاع القلب، تاع الجهاز الهضمي، اعضاء في الجسد يخدموهم بطريقه يعني مضاعفه وزائده. فالتوظيف الزائد للاعضاء مع الوقت، مع وجود القلق، مع وجود هذه الهرمونات، مع وجود معاناه نفسيه، لانه هذه الامراض بين قوسين الان تسمى الامراض المزمنه، النفس الجسديه لبسيكو سوماتيك، معناها هذا المرض عنده منشا نفسي. كاين مثلا شخصيات تاع امراض سرطان الثدي في النساء يسموها الشخصيه لاليكسيتيميك، الشخصيه اللي ما تحكيش، ما تعبرش، تكبت تكبت تكبت، فكبت الضغط. انا ماذا بيا نمدوا كما قلت دوكا نصيحة العدد هذا تاع اليوم، احنا في اخر كل عدد نمدوا الكلمة للمختص اللي يكون حاضر معنا باش يقول كلمة للمشاهدين تاع ناس ويكان اللي راهم يتبعوا فينا، الناس اللي راهي في هذه الحالة، اللي راهي تعاني من سرطان الثدي، ربما يكونوا رجال، ربما حتى يكونوا نساء، راهم يعانيوا من مرض هكذا خطير ويعني فيه خلينا نقولوا خطورة وعمق كبير، واش تقدر تقول لهم نور الهدى اليوم؟ على حسب واش فهمت من كلامك، يعني الإيجابية، الأمل والتفاؤل ونمط حياة صحي بالدرجة الأولى. نعم، شكرا نور الهدى اللي حضرتي معنا، يعطيك الصحة على النصيحة، وإن شاء الله نتمنوا أنه كنا درنا إعلام هادف، وإن شاء الله المشاهدين يكونوا استفادوا. نصيحة الخبير دائما، نصيحة البروفيسور المختص في الجراحة السرطانية طارق الصايب. أنا عندي سؤال هكذا مباشر، ولا حبيت تمد نصيحة أخرى؟ تفضل، هل تنصح الناس المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا واللي عندهم حالات سرطان في العائلة ديالهم أنهم يروحوا يديروا تحاليل، ولا لا يستنوا حتى ربما بعد شهر عليهم يظهروا الأعراض؟ شكرا. على كل حال لازم نعرفوا باللي سرطان الثدي باش يلحق لدرجة السنتيمتر، أن سنتيمتر لازم له بين 8 سنين و 12 سنة ديفوليسيون، دونك هو سرطان يمشي غير بالعقل. التحاليل باش نبينوا لو جان تاع الكونسير، التحاليل يسوى غالي بزاف. ميم كي يكون عنده لو جان تاع الكونسير، رانا في 2021 مازال ما اتفقوش الناس اسكو لازم ينحي الثدي اللي ماشي مريض وعنده الوراثه تاع السرطان ولا نخليوه. انا واش ننصح الناس؟ هو سرطان الثدي عند الرجل
سي اون رياليتي، هي حقيقه موجوده. مالغري هذا السرطان هذا قليل بزاف، 1% على الاكثر من سرطانات الثدي، وناقص من 1% على كل سرطانات اللي موجوده عندنا الرجل. مهما هذا لازم الرجل يشوف الثدي تاعو طون زون طون، يمسو، يدير لوتو بالباسيون كيما عند المراه. هذا هو احسن، هذه هي احسن وسيله ليفيق له مبكر. لو كان يشوف حبه يروح يشوف الطبيب الاخصائي ولا الطبيب العام ولا الاخصائي باش يعطي له، يدير ليكوغرافي ولا لا اي او لا ماموغرافي باش يشوف، ولا كاينه حاجه يديروا التشخيص الباطني. صافي بالك بروفيسور، الفحص الشخصي كما قلت لنا دوكا لوتو بالباسيون يبقى هو احسن وقايه لهذا المرض، وهذه هي نصيحه البروفيسور صايب. شكرا، يعطيك الصحه. ولا شكرا. سي منير يعطيك الصحه اللي حضرت معنا، حبيت نحييك، حبيت ندير لك تحيه تقدير خاطر سنيتي با بريفو يعني انك تكون حاضر معنا في البلاتو، ولكن كانت عندك شجاعه كبيره واراده كبيره كيما الوالد ديالك. بالك حتى الاراده والشجاعه راهي وراثيه في العائله ديالكم، الله يبارك، وقبلت انك تدخل تحضر معنا البلاتو. شكرا، يعطيك الصحه. شكرا، هذا شرف ليا. وانا في الحقيقه حبيت نقول كلمه اخيره للقناه لينا. نشكركم على الدعوه وبارك الله فيكم على هذا معالجة هذا الموضوع الحساس، وربي يحفظكم على الضيافة وعلى الاستقبال، ونتمنى لكم النجاح. وسنجزي الله سبحانه وتعالى إذا كان صبر الإنسان هذا يجزيه ويبتليه بالخير، كذلك إذا شكر فهو يجزيه أيضا، يجازى. إذن هو نقمة ونعمة، وهم الحقيقة لو كان نجمعوهم مع بعض يسموا نعمة. يعطيك الصحة سي الخضر، وبهذا الكلام الجميل نكونوا لحقنا الختام البرنامج اللي نتمنوا انه كان في المستوى، نتمنوا انه الدرس والعبرة كانت لحقت. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، نقول لكم نتلاقاو الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. من هذاك الوقت ربي يدوم القسطو، ربي يدوم التبسيمة، سلام.